يونيتي موتور كومباني بي اوتو فوكس ممبر اوف رسامني جروب اوف كومبانيز. عم نحكي اليوم عن سيارات الام جي الرائعه جدا، خاصه طراز الزد اس اللي معنا اليوم، والبراند ريبريزنتيف للشركه معنا جينان خوري مثل العاده. هاي جينان. هاي جورج، كيفك؟ يعني الام جي خلص صار لها اسمها بلبنان، عم نشوف سيارات كثير على الطريق منها، ان كان سيارات عاديه او كروس اوفر او اس يو في، كل انواع السيارات موجوده صارت. وبدنا نحكي بدايه عن الهيستوري تبع ام جي، لانه بنعرف بتعود الى بريطانيا، والتعاون صحيح. اليوم صيني بريطاني بهالموضوع. ما في شك، السياره سيارات ام جي هن بالاساس بريطانيين، الشركه هي بريطانيه والهيد كوارتر تبعها ببريطانيا، والريسيرش اند ديفلوبمنت كله بينعمل ببريطانيا. اوكي، سو اليوم بدنا نحكي عن الزد اس تروفي 2022. ليه تروفي؟ فيها معدله، يعني بنشوف لاينز غير حتى بالفرش من جوا. اكيد هي ذا هايست ليفل بالزد اس لاين، وعندها فيري سبيشال انتيرير، هلا بس ندخل عليها ونشوفها. عم ننتقل اول شيء للناحيه الخلفيه، عم نشوف ديزاين كمان كثير حلو، ان كان من المصابيح، حتى عم نشوف الروف ريز على سطح السياره، حتى الاكزوست معمول ديزاين بطريقه مش ظاهر لبرا. كمان للسايد فيو نوصل ل كمان ديزاين حلو، والاهم من هيك هو ارتفاع عن الارض. صح، عم نشوف هون الروف ريلز، واصلا السياره فيها فول بانوراميك روف. الاشارات على المرايه هن ليد، والمرايات هيتد. خلينا بلشنا نشوف السياره. عم نشوف الناحيه الاماميه. الاماميه فول ليد مع داي تايم رانينج لايتس وكريستال ريفلكشن، وكمان فيها اوتو لايت كنترول وفوغ لايتس. شارك انتينا كمان على سقف السياره، 17 انش الوي ويلز، وكمان تو تون وريد كاليبرز، يعني لوك رياضي. صح، نفس الوقت كمان اجريسيف ومناسبة لكل الأعمار، لكل الفئات، ما عندها مثلا شبابية أو مثلا رياضية، لا، كل الأشخاص بيسوقوها، حتى لبزنس مان في ينزل فيها على شغله كل يوم. أكيد. طيب رح ننتقل للداخل نتعرف أكثر على الزد اس من ام جي. عم نحكي التروفي بزد اس، وملاحظين يعني التو تون بين الأحمر والأسود، وحتى البيانو بلاك، والمفتاح يلي بيوصل مع لون السيارة بديزاين رائع جدا، عم تشوفه أمامكم. وأهم من هيك هي القاعدة الرياضية الحلوة اللي بتلقط الدرايفر والباسنجرز على الجوانب، وعندنا 360 كام تلقط كل الطريق حوالي جوانب السيارة، 2D و3D. والتفاصيل كلها رح خليها لإلك. عندنا ستيتشنج كمان بالفولان مع دي شيب. أكيد، أول شيء أنا هذا الانتيرير كتير 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 بحبه، وهون الام جي لوجو بالأحمر كمان بيعطيها اميزنج، كتير حلو، طابع رياضي أكتر. دونك طبعا ستارت ستوب بوتن والبانوراميك، فول بانوراميك ستارت ستوب بوتن، تاتش سكرين. هون عندنا سمارت فون كونكتيفيتي أبل وأندرويد، عندنا 2 يو اس بيز و6 سبيكرز، ومثل ما أنت ذكرت ال 360 ديجري فيو كاميرا. سيارة كتير حلوة كمان بيك سكرين. صح. بمنتصف التابلو، الكترونيك باركينج بريك، اوتو هولد سيستم، هيل ديسنت وهيل هولد. يعني كل الأنظمة السلامة موجودة. صح. بالسيارة رح نحكي أكثر تفاصيل عن السيفتي على كل حال، بس نرجع نتابع حديثنا عن زد اس من ام تروفي. نتابع حديثنا معكم. بما انه كنا عم نحكي سيفتي بالسياره، وقبل ما نحكي عن انجن مع جنان، اكيد بدنا نضيف انه السياره فيها 6 اير باجز، فيها كمان بلايند سبوت ديتكشن، يعني فولي لودد مثل ما ذكرنا، كمان ابي اس اي بي دي، هيل ديسنت، هيل هولد، والكترونيك باركينج بريك، اوتو هولد. صح. كل الامور السيفتي موجوده بالسياره. هلا من ناحيه الانجن جنان، اهم شيء بدنا نعرف اكيد 4 سلندر، بس باورفول انجن 1.3 توربو، 160 حصان، 230 نيوتن متر تورك، و6 سبيد اوتوماتيك ترانسميشن. يعني اليوم عم نشوف محرك صغير بس دخله نظام التوربو، وهيدي التكنولوجي اليوم عم تعتمد من اكبر شركات السيارات بالعالم. أكيد. وحتى بعالم الموتور سبورتس، ان كان خبرتك كمان كبيره، ان كان بالدبليو ار سي او بالفورمولا 1، كله عم يصغر انجن وعم بيحط توربو زياده. صح. بالسيارات. طيب حكينا سيفتي، حكينا انجن، بدنا نحكي هلا عن البرايس، نعطينا نعرف سعر سيارة زد اس التروفي 2022، شو سعرها اليوم بالسوق اللبناني؟ ومثل ما عودتنا على كل حال، يعني يونيتي موتور كومباني بأسعار منافسة جدا للسيارات.
اسعار منافسه جدا وعندك افتر سيل سيرفيس رائع. عم نحكي هون عن $21,500 فريش بلس 6 سنين وارنتي او 200,000 كيلومتر بلس 24/7 هوم سيرفيس رود سايد اسيستنس وليت نايت سيرفيس. وانا عندي نصيحه للزبائن انه بليز فكروا مزبوط واستفيدوا قبل ما يعلى الدولار الجمركي. هيدي مهمة، هيدي نقطة كثير كثير مهمة. قبل ما يعلى الدولار الجمركي لازم يستفيد عن جد كل شخص حابب يشتري يجدد سيارة، وخاصة السيارة الرائعة اللي معنا اليوم زد اس تروفي من ام جي، ويحق حاله بهالسعر المنافس جدا لسيارة فولي لودد رائعة جدا باورفل وفيها كل هالاوبشنز اللي ذكرني هون. كمان بدنا ننسى نتابع ام جي لبنان على السوشيال ميديا ان كان انستغرام ولا فيسبوك. انا بتشكرك جنان من الايكيب حلقة مقبلة. تابعونا بكره مع حلقة جديدة وسيارة جديدة مشاهدينا على ام تي في دائما. الى اللقاء. الى اللقاء.